يمكن من اكتر الحاجات اللي كانت بتميز رمضان زمان البرامج الشهيره اللي كلنا اتعلقنا بيها وكانت جزء من الطقوس اليوميه في رمضان، زي الكاميرا الخفيه طبعا اللي كان بيقدمها الاستاذ الكبير الراحل فؤاد المهندس، ومن بعده الفنان ابراهيم نصر، وكان كمان برنامج بدون مونتاج ويا تلفزيونيه. خلينا نشوف الكلام ده من خلال التقرير اللي جاي. ذكريات رمضان متعددة ومحفورة في النفوس لسنوات طويلة، خاصة برنامج الكاميرا الخفية الذي قدمه الفنان فؤاد المهندس ثم استكمله من بعده الفنان إبراهيم نصر، وحقق نجاحاً كبيراً على مدار سنوات طويلة. مش عاوز مشاكل. أنا عمري عملت مشاكل؟ بقعد في أي حتة مقدمة. مش عاوز مشاكل يا زكية. لا روح بقى ما تضايقنيش بقى. من الكاميرا الخفية لبرنامج بدون مونتاج، فجيل الثمانينيات والتسعينيات بالتأكيد لا ينسون هذا البرنامج، والذي قدمته الإعلامية دينا رامز، ويعرض كواليس المسلسلات التلفزيونية واللقطات الكوميدية التي تقع بين الفنانين. كده اهو ماشي يا ست بدرية، خليه يا ابني. الله انسى الدنيا انسى الدنيا انسى الدنيا. يا خبر اسود. اما برنامج حوار صريح جدا جدا فكان النواة الاولى لبرامج الهارد توك شو المنتشر حاليا، ومن خلاله تم طرح أسئلة جريئة على الضيوف، وكانت تقدمه الإعلامية منى الحسيني. ومن أشهر البرامج أيضاً يا تلفزيونيا، الذي ارتبط بشهر رمضان على مدار أكثر من 20 عاماً، وقدمه فنان الكاريكاتير الشهير رمسيس زخاري. اعتمد البرنامج على دمج الحوار بالكاريكاتير، وحيث يجري رمسيس حواراً مع الضيف مع رسم صور كاريكاتيرية له تعبر عن بعض المواقف التي يتذكرها. ونجح رمسيس في استضافة جميع النجوم والنجمات وإجراء حوارات ممتعة معهم عن حياتهم الخاصة وأسرهم وأطفالهم، وهو ما ساعد في تعلق المصريين بالبرنامج الذي تطور عاماً بعد الآخر، لأنهم على علم بأنهم سيتعرفون على الجوانب الخاصة في حياة نجومهم المفضلين.